السلام عليك الخالدي، كيف الحال؟ عساك طيب. هذا يقولون موصلي، انا ما عندي خبر فيه، بس يقولون موصلي. هذا سمعت تخبر عنه، خبرناهم يسوون يا طويل العمر منه شتل، نزلوه في اكياس بالطريقة هذه، واذا طلع ونجح بارك طيب ان شاء الله بنطرش لك منه. نزلوه طبعا مركب الفنون هاي له، وحطوه هنا في اكياس، اكياس مال شتل. اول مره نسوي هنجي، ما ندري بعد ينجح ما ينجح، اذا نجح وطلع بارك طيب ان شاء الله. هذا سلامتك، صباحكم خير ونور وسرور، بارك الله فيكم. اليوم هو ما بيوم الا، اكيد ما بيوم الا، ترى الخميس، الخميس والجمعه والسبت ما اعتقد يكون يوم الا. كيف يعني يوم الا؟ اقول لكم، شفت الفيديو اللي توني نزلته مع الرجال هاي؟ اظني نسيت والله، قال لي من هالوين يا اخي، روحه دارس في الارض عيدان من الامهات، ويدرس هذا وقت، هذا وقته يعني. وانا بعد بدي اظني الحين لو بيواحي لي بسوي لكم كم من فرق. فهذا الفرق بين الموصلي والمركبي، هذا المركبي، هذا المركبي، وشي شخاخ وشي ترني وشي سفريل، كذا نوع ونوع، كذا نوع ونوع. لكن الموصلي هذا اللي هو نادر حد يحصل، يحصل عليه، جليل حد يكون عنده. هذا الفرق بين هذا وهذاك. ترني أصغر في كل بيت، شخاخ والمركبي والترني مكون في كل بيت. أنا أدور بس على الموصلي، الموصلي لأن انقرض، ما حد عنده، ما حد عنده. هالرجال ما أدري وين طاح، بس سبحانك يا رب. هي والله، وكبار يعني معناها، واللي يتخبروا عن الصبغ الأبيض هذا إن شاء الله بنخلص الحين ترتيب الحوي، يعني تقريبا أحس أنه 80% أو 90% خلصوا الجماعة، لكن إن شاء الله أنه بنعيد الترتيب من يدي جديد، وبنرويكم شو سبب الصبغ، وشو ينحط من المادة اللي تنخلط ويا الصبغ اللي هو النورة، هذا ما بصبغ، نورة، شو ينحط وياه، هو يعني علوم وايدة. وإن شاء الله أنها أسبوع الجاي بنشرح الموضوع هذا إذا الله جعلنا من الحيين. خالدي، خالدي كيف الحال؟ شو أصبحت؟ جميرة سلم عليك الغالي. كم البارحة طول النهار، أمس كامل بطولة، جالس استعملت سيارتي القديمة الأولية، النسموي على الله يحفظكم، شو حلبة، لبق كامل الفصوص اللي داخل، لبقن مالات ثرمال التشيك، يومية موعد التشيك، كلهن الفصوص اللي داخل يازمنها يرامجن، يعني معناته يقول لك يا اللي تسوق السيارة ترى أبوي الحق سيارك الحين تيم التشيك. وضربني روع، قلت عاد أنا ما حد أخوف عني في المواضيع هذه. اتصلت بهم، قال أبدا لا تروع ولا شيات، بتيك أبوي هيك ريكفري من عندنا من الوكالة، ترى مجينجو قوازي فلوس كم زغت عاد قبل، قال 100 ساير و100 جاي، قلت يوم اللمي أمرها نهين. وطرش والله الريكفري الساعة 7:30 جاية، شلوا ابوي السيارة وودوها الوكالة وتشيكوها، ميجر سيرفيس، هب سيرفيس العادي، ها الحين مشت 40، بدلوا الدنيا كلها. وردت ابوي ما شاء الله العروس على ما تشوفون تبارك الرحمن، واليوم من عقب الميجر سيرفيس اول مشوار ان شاء الله بيكون بحيل اللي ما تنام عينه حق الفجير الحبيبة، اول الله. مثل ما قلت لكم الحين تري ربع بيون، بنتغدى بنعين من الله خير، وانتوا ان شاء الله قبل الساعه 2:30 ان محركين، وان شاء الله بنصلي صلاه المغرب في الفجيره في فندق الفيرمونت. استضافتهم داعين، قال اقرب يا ابو محمد اقرب، وكان قالوا عاد هذا ليش اللي شال السياره لازم تحاسبه كاش، لازم تعطيه ال 200 روحك انت كاش من غير فاتورتنا، نحن فاتورتنا ابوي الكريدت ما شيء مشكله، يا غير الدريوي هذا حساب روحه، هذا براني. قلنا براني براني، ويا ابو العروس تبارك الرحمن بين الصلاتين بين العصر والمغرب، هي والله مرت لمة خياله زين. وعرفت فرسه وليفي لانها
شقرة وميلة. اي والله هاي من اغاني سميرة توفيق الاول الله يرحمها. حيي حيي لو ماتت الله كانها حيه الله يبارك فيها، وكانها ماتت الله يغفر لها، لكن ما ظني ماتت. حيي لو ماتت يظهر صيت ولا سمع ولا خبر. اقولكم الموت حق، بعد شو الموت حق في رقاب العيال، عيال الباحين يطوون ويموتون، شو المشكله يعني؟ الموت ابوي كاسن كل شيء، ما حد يتروع من الموت. وبرمس وياكم نحن في الطريق، يلا لكم الموضوع اللي برمس وياكم عن في الطريق، عن التباهي والتفاخر بالاصل والفصل. الموضوع بيكون عن التباهي بالاصل والفصل والانساب. هذا الموضوع وايد ضروري، والعرب ابوي مسوت له وايد مسوي قرقعه على هالموضوع، التفاخر بالنسب. انا يدي فلان وخالي راد الطرش وابوي يركب الخيل واجف وما ادري منو زين، وانت خلاف بنرمس ماشي هبه حينه، خلاف بنرمس لا تحدوني ارمس الحينه. اما محمد ياسر مركوز عدالي وحاشرتني هي ذاك اللي ويا الاسنان، يلا مالله بكره ما يعرف شو الموضوع. تعال 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 ياي، سر قدامي سر قدامي، هاي ياي هدية حقك من العين من العين، ياي هدية. ها شفته؟ ايوه يلا هي جيب وين بتنزل روحك؟ سريب هذا شو اسمه المصري؟ شو اسمه؟ رجب. سر اصغر رجب وتعال سيدي، وده البيت وده هناك وده عند مدام، وده عند مدام هناك زيك حق رقب. تعرف تذبح؟ لا لا ليش؟ تقتل. يلا زين بتشلون بتنزلون هناك تودون المقصب هناك طرف البيت، شيء مقصب انا مسوي بتشلونه وتقودوني بالقود. وين قوم رشيد وهاي دريبلي وين؟ ما دام عليهم مكرم. ها؟ انا نمشي عليهم مكرم. بس خليه رشيد وياك، خليه رشيد صغير، خليه رشيد رشيد بسرعه. منو دريبلي؟ ما حد هني؟ يلا صغير عبد الغادر اقبض اقبض زين. هل قبضك لهم خالفه؟ المهم تحملها ويفتش عنكم، تكسر كسر زراعتنا. انزين اقبض يا مكران اقبض. بعد لا لا روح يعرف مكران، ها بريح لا تحاتيه. يلا سيد المقصب، المقصب هناك. يلا واحد اثنين ثلاثة. أيوة يلا 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 مكران مضم يا سيد هناك. يلا يا مكران يلا انقفض. اربط هني لم كان هي هي لا تودي بعيد. هذاك مقصب شوفوا، هذاك المقصب. سلكنا نحن سلك الاول. اي نسخ على هذا الرفجه، الرفجه خلي متنسخ عليه. هبتي تزغده ولا شياته؟ ترى دوم ترى شلق هو. ها اشوف وهي اشلك ترى مكران. انت عيونك ما في سيده؟ ما في سيده انا طبعا. عيونك عيون اشوف عيون ما في سيده اشلك. ليش ما في سيده؟ شو دراني الم كذا الم طبعا هي اليوم شلقيت. خلص من الغداء ويوم جيت ابوي الفل ولنا جايها على ما تشوفون ما في الحاضر مدح لا يبال رمس ولا صدع ولا ديانها على ما تشوفون يا شيطول. ها لا تم حلوة لا تم ما ادري هاي شو يسمونه ولا تم هاي غريبة. ها والسحوح مكسرات الدنيا والدين هذا كله على الله يحفظكم ياي شيطول يعني
ها شوف الصينيه ها ها ما جاي ابوي من عند المعاريس بمناسبه حفل زواج زايد بن محمد الظاهري، مشكورين ويعلها ان شاء الله مع عيالك، والله يلحقك ان شاء الله في ذريتك ويرزقك ان شاء الله الذريه الصالحه يا رب العالمين. مشكورين وما قصرت وبياض الوجه وكل زين وكل غاوي وكل فنان، الله يبارك لكم ويبارك فيكم ويطرح البركه ان شاء الله في ذريتكم. شيء احلى ما في الموضوع ان متفيزر ابوي ورا وحد يدرول بي. يلا 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 زادهم ابوي الكمبنيه مفتكي من السواقه، لا تعب لا همك الله لا هم يحزنون. والله العظيم ان هذا الشيء الفنان المراد. ضروري اقول لكم اخبركم عن سالفه القصه اللي خبرتكم عنها، ولا هب قصه الموضوع اللي بطريكم اياه يعني بخبركم عنه، اللي هو مال الانساب، موضوع الانساب والتباهي بالنسب والاصل والفصل، وموضوع هذا وايد ضروري اني ارمس عنه ان شاء الله. الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. صدق الله العظيم. في الشريعه الاسلاميه منهي عن التفاخر بالحسب والنسب واليدود، هذه من يسمونها من اعمال الجاهليه. وقت الجاهليه الاول يتفاخرون بالموضوع هذا، يا اخي عقب خلاص يا الاسلام هو اذا اللي بيتفاخر يتفاخر ابويه بعمله هو، يتفاخر بدينه وبصلاته، ما يتفاخر ابوي وامي ويدي وخالي وعمي، هذا ما يستوي ابدا. خاصه هالزمان عاد الوادم ينت من 15 سنه وياي، العرب كلها ينت، ما لهم مهره الا ابوي يسوى وامي سوت وخالي سوى وعمي سوى، وعلى هالمهر قابضين هالصبح ومساء يدرسون على العرب. الا يدي يركب الخيل واجف، وخالي ابويه يضرب بالرمح مسير يومين، ونحن نرد ابوي من الفخيذ الفلاني واصلنا يرد المكان الفلاني، ويدي الديناصور وخالي الكنغر وعمي الفيل الماموث. شو بقولكم، عيزة العرب عيزون عيزة من هالاصول. يعني معقولة انتم وصل فيكم الإيمان لدرجة تردون في عصر الجاهلية؟ هذه الأمور الجاهلية التفاخر وحينه، والدين الدين الإسلامي ابوي والشريعة نهت عن التفاخر بالأنساب. التفاخر بالأنساب هذا منهي عنه، وحين العرب ابوي الناس تصير ابوي في شباب وهم يصيرون في شباب. الحين الآدمي من الله يعطيه حسية وثبات العقل، يزونهم ويا الجنة ويخرون ويا اللي يريد. الحين ترازينك ويا الجنة، ينبغى تتفاخر بدينك وبتقواك، وتتفاخر ابوي بعملك الصالح، وتتفاخر بفعلك بكرمك. هذا العرب اللي تتفاخر به، ما تتفاخر يدك سار ابوي، هذا انكتب ابوي في دفتره وسار في مال الله. انت شو مسوي الحين بنعرف انت روحك انت يا البنادم، يدي فلان سوى هالنمونه، نحن ما علينا احنا من يدك الله يستر عليه ولا الله يغفر له ولا الله اعلم به وين ارضه وين سماه. انت كجا مرحبا، انت شو محلك من الاعراب، انت شو سويت في دنياك، شو نفعت البشريه فيه؟ هل انت سويت خير الناس بتطري الخير اللي انت سويته، ما بابوي سوى المجهود اللي انت سويته، الحين بمجهودك انت اللي سويته، هب اللي سواه ابوك ويدك وخالك، يعني الله يغفر لهم، كانهم ميتين وكانهم حيين الله يطرح البركه فيهم وفي ذريتهم. ما يليج في العقل انكم حين، انا ما سمعت حد يطري عمره شو سوى، يعني اللي بتسويه حين تتفاخر في سواياك انت، ان كنت انت انسان تسوي خير فهذا. وعلى كل حال التفاخر بالعمل الطيب، التفاخر بالشيء اللي رب العالمين يحسبك اياه انك انت
انجزته من كنت من مجهودك، هب من مجهود يدك، يدك ابوي مجهوده صار عنده في صحبه خلاص، وابوك صار وياهم في كتابه في ديه هذا قبله خلاص. الحين انت شو اللي تسوي؟ نحن بنعرف انت يا لادمي هل تتفاخر باصولك؟ هذا ابوي ما شيء فايده منه، هذا ما يشربك قطره ماء تتفاخر باصلك وفصلك وعمي ويدي وخالي. ساره وهي تام حين انت تام ابوي، كان شيء ابوي بينفعك عملك، ما شيء ابوي فرق. لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى. كل هالعرب وكل هالاوادم جنس بني ادم رب العالمين خالقنا من تراب، ما حد اخير عن حد في الدنيا العودة. لا تتفاخر باصلك ولا بفصلك ولا بعلمك ولا بخبر. هاي العلوم ابوي كلها ناس ود، كل هالبلاد اللي تشوفونها من شرق ومن غرب، النزاعات والقرقعه والصدع والديانه هاي موجوده فيها كله، والسبب النزاعات الطائفيه. الا هذا يده فلان، الا هذا غازي على العرب الفلانيين، ونحن ابوي يدودنا غزوكم وكسروا ضروسكم وكسروا روسكم وخذوا ما وراكم ودونكم وخلوكم ابدا على الحميد المجيد. وهذا قال رد له قال ايه اخواري تبوي هاج البنية، قالت خوالي يا دلالي يا بخينقي ودلالي. شو بقولكم امور وايد المراد طلع لازم انا يبقى شوية شي مزحوا مني صدمون. انا اخذ الرمسة مزاح وطعان رماح مثل قول معاوية بن ابي سفيان يقول بيني وبين قومي شعرة، انشدوا ارخيت وين ارخيت اشدوا. انا هذا طريقتي في الحياة، من استويت هب الا مليون. فاللي بين فعك فعل الخير والطاعة والسمعة الطيبة هي اللي تنفع كل إنسان، ما ينفعك على الله يحفظك يدودك وخوالك وعمومك من وين يوتنتوا. في الأصل أصل العرب كلهم على وجه الخليقة. الرسول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بلال الحبشي على الله يحفظكم، بلال الحبشي جاي من الحبشة حافي لافي مجرد، وهو الوحيد قرت عينه بالجنة وهو على الأرض، قرت عينه بالجنة بشر بالجنة وهو على الأرض ما زال حي سبحانك يا رب. وأبو جهل من سادة قريش من أكبرها واسمنها، من أخير طائفة أخير طوائف العرب وأكبرها وأحسنها وآصلها، ما مسكه نسب عن جهنم. جهنم وبئس المصير بالعياذ بالله. هنا عم ابو جهل وهو من اكبرها واسمنها في جهنم والعياذ بالله، وبلال بشر بالجنه، بلال حبشي بشر بالجنه هو على الارض حي، وهذا كيف في جهنم ابو جهل عيل، هذا من الحبشه وهذاك من ساده القوم. فلذلك ما ينفعك الا عملك، عملك الصالح. فلذلك الشريعة الإسلامية على الله يحفظكم خلت الناس سواسية، خط واحد، ما في فرق بين الحساب والانساب. ترى على فكرة سبب شرارة اندلاع الفوضى والانفلات الأمني بين الشعوب وبين في الدول اللي من غيرها المجاورة خاصة القبلية هذا هي سبب الانفلات الأمني والمصايب والوهقة اللي العرب كلها توهقتها، كل بوي من المفاخرة بالأنساب. فلذلك رب العالمين الحمد لله حاليا، وهذا ترى على فكرة هاي بوي من 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 سلومها للجاهلية الأول، ها طبايع وسلكها للجاهلية المفاخرة بالأنساب، ها سلك من سلوك هل بالجاهلية المال هم ذكر. يلا بما الله. سلام عليكم ابوي اهل الديد، سلام عليكم، سلام عليكم يا اهل الديد، مساكم الله بالخير. يا ربي يا ليتني لبابات عاد ولا كان خطفت على البيوت، بيت بيت ما بخلي بيت. يا ابوكم وراكم وراي مدن طويل بعدني لين دبق، بعد ابوي طريق وايد طويل علي والله. يا ابوكم عدي بهالشارع صب كم سنة ما يجي لهذا؟ كم؟ يمكن 20 سنة ما جيت هالمكان، 20 سنة تبارك الرحمن.
اختلفت الدنيا فوق تحت ما شاء الله. خيبة يا سلام سلم يا ربي يا دوار الديد من زي الديبة. ترى ابوي هاي المساء اللي خطفنا عليها ما بالديد مليحة والحين نحن في الديد. شو اقولكم الراس داير الراس داير يا ربي الديد متاع الديبة. والله يا ابوكم سنة دقيان وص ما يتهلب ذا من سنين مالي عد بهالمكان بكبره مالي عدبه. ها بعد استاد استوى هناك نادي كم مقبره. اي والله مرحبا ببنك ابو ظبي. حافظ على سوقه في الجمعه. حليلك يا سوق الجمعه. يا سلام سلم. يعني يسقى الابو اليوم نسيل كشته. وقفنا هنا ابوي اخذنا كل ما نبه كل اغراضنا اخذناها من هالمكان الاول ايام الكشتات. قول يا سلام عليكم. سلام عليكم. حددتو حبدين بيس بيس يا الله مدام. تونا وصلنا ابوي هذه العروس في زراحة قدام بوابة الفندق. وهذا ابو الفندق خرم. هذا حين الواجهة هذه وكل شيء بصوركم يا خلاف عاد حينه نوصل بنسوي الحين تشيكن. انا ما سوي شو عاير اني على التصوير ما ادري كيف بغيت بس اخبركم اني وصلت يعني فندق الفندق الفنان وكلهم ابوي هاي كانوا في الاستقبال. هذا المدير مال الفندق وهاي لاك ما ادري لا انت مدير الفندق شو اسمك؟ عمر. وهاي مروه هي اللي ماسكه الماركتينج. مرحبا بك كيف حالك؟ مرحبا مرحبا نايس تو ميت يو. هاي مال نايس تو ميت يو ولا مرحبا وسهلا عربي ولا شو؟ يوكرايني عيال نايس تو ميت يو. مرحبا بكم. كم دور كم ساعه اخذنا؟ حزولنا ابوي في الدور الخامس الجماعه. وهي ما على كريم متشرط ضيافته بعد نشرط نقولهم حطوا لنا في الدور الفلاني ولا العلاني. المهم خذنا ابوي الطريق 5 ساعات. طريق ابوي كله 2.5 ساعات ونحن خذنا ابوي 5 ساعات لان ابوينا الطريق القديم. الطريق القديم هو اللي نحن فيه. السلام عليكم. ايوه هذا ابوي المكان. احنا نبرون الليتات بصور لكم. والله يسلمكم هاي جاي علشان تسوي لنا التشيك ان. والتشيك ان بتشرح لنا شو البرنامج مالنا من اليوم وقت وصولنا لين يوم المغادره. شو البرنامج اللي مجهزينه لنا؟ هم بيسوي لنا برنامج الفندق. تفضلي. اولا العربيه متاعي مش لا ما علي انا اعرف فرنسي. فرنسي هو هذا بلادك؟ المغرب. المغربي انا اعرف مغربي. اوكي دونك اليوم عندنا عشاء زين وهذا العشاء زي البرانش بس هو في الليل اسمه دابر. وهذه اكتيفيتي الحين يعني بدأناها في الاول شهر. نعم وحتشوفوها اليوم اسمها دابر. ايوه مع 8 عندكم العشاء في يعني الحين تقريبا بنصلي وبننزل. أيه. ان شاء الله ان شاء الله. بعدين بكره الصبح مع 5:30 او 6 عندكم بوت تريب حتروحوا لدبا وحتعملوا فيشينج عشان تشوفوا السمك وتشوفوا. سوي لنا رحلة صيد بكرة الساعة كم؟ 5:30. اوكي لين؟ 5:30 للدبا. لين الساعة كم؟ للعشرة 10:30. اوكي عشان تشوفوا بس انتم ما تشوفوا الى بيتكم قل او اكثر. بس احسن سمك في ال او هي احسن سمك اكيد اكيد في دبا. معلوم معلوم معلوم. دونك حتشوفوا هذا وبعدين عندكم غدا
في الكافيه برونتو، والكافيه برونتو هو اكل اوروبي وطلياني، وعندنا بارتنرشيب مع النسبريسو، دونك حيوريو لكم زي تعملوا المونستر شيك، هو زي للميلك شيك بس بالقهوه من نسبريسو وحاجات ثانيه كمان. حاجات ثانيه شو بعد؟ يعني ميلك شيك اند كريم. هي زي وبعدين اذا بدكم ممكن تعملوا سبا. عندنا السبا اسمه ويلو ستريم سبا، دونك ممكن تعملوا سبا مع. وبعدين عندكم عشاء ذا كوبر لوبستر، وذا كوبر لوبستر هو خصوصا في على السمك وعلى اللوكل سمك سي فود من دبا. والسمك كله مالكم مال دبا؟ كله من دبا. زين، من دبا او من خرفقان، بس كله من فجيره. ما شاء الله. وعندنا كثير صيادين بنشتغلوا معاهم كمان، وعندنا واحد بيعلمكم زي تعملوا الميكسولوجي مع ال شو الميكسولوجي؟ ميكسولوجي زي كوكتيل بس هو يعني just juice and fruits. هي ونعناع وحاجات كذا، بس هي. كل شيء local. على العشاء هذا؟ هلا مع العشاء إن شاء الله. اليوم ولا بكرة تقصدي؟ بكرة إن شاء الله. اليوم ما شيء؟ اليوم حنعمله دبر، اليوم العشاء في دبر. مطعم غير عن باكر. أيه إن شاء الله. أيه. إن شاء الله. إن شاء الله. وبعدين عندكم نهار السبت ممكن تعملوا فطور في كانفاس. اوكي. وبعدين ممكن تعملوا افطار في الصبح في كانفاس، المطعم اسمه كانفاس. وبعدين عندنا مطعم على المسبح اسمه ياماي، وممكن تعملوا غدا هون، وبعدين في العشية ممكن تعملوا قهوة وحلويات في ارتيزن. زي وارتيزن هو مسوي من الفن، اسمه ارتيزن. وبعدين تشيك اوت whenever you want. ما تعملوا تشيك اوت؟ لا بارك الله فيكم. زين، الحين انت قلتي لي برنامجكم انتم. ايه البرنامج اللي صرفنا اللي يناسبني انا. ما اعتقد بكره راح نروح في الشنق. ليش؟ ما بروح البحر لانه معزومين على عرس فرح. ما شاء الله. ايوه، معزومين على عرس فرح عيسى السماحي في الفجيره في قاعه الشيخ خليفه بكره الساعه بعد صلاه العصر مباشره. نحن جايين من ابو ظبي مخصوص للعرس. جينا الصبح، نشينا، صحينا الصبح الفجر الساعه 5 ورحنا البحر وكدينا عمارنا، مستحيل نقدر نروح نحضر العرس. فلذلك اتوقع ان نعتذر عن الفيشنج. ايوه، والباقي ملحوق علي، يعني نقدر نسوي ننسق مع بعضنا. وانت بتخلي رقم تليفونك اللي نقدر انت في كل الاحوال قبل اي فعاليه بنص ساعه كلمونا. ايوه ماشي. شو رايك؟ اللي بدك تعمله هذا سجشن وبس. أيه. هذا يعني اقتراح. زي بس زي. إذا بدكم تزيدوا حاجة أو تنقصوا. لا لا، نبغى ننقص. نقص وايد سويتونا ما شاء الله. شا مرحبا بكم. جزاكم الله خير، أنتوا أكرام ونحن بعد نستاهل بعد. جزاكم الله خير. ترى وين السويت؟ عبارة عن شو، غرفة لو غرفتين؟ غرفتين. زي بارك الله. هذه اسمها التو بيدروم سويت. أيوة. يعني عندك صالة هون. شو تطلع البلكونة؟ هذه بتطلع على المارينا، وهذا الفندق الوحيد اللي عنده مارينا في ديب الفجيرة. وتحت تشوف المسبح، وهون عندك البيازا، كثير حفلات بيكونوا في البيازا وعرس وحاجات. هذا حين ورا الليتات، هذا بحر حين هني؟ هذا البحر على اليمين. وعلى اليسار المارينا. ايوه. وبعدين عندك المكان للهليكوبتر للهليكات، وهون عندك مينا الفجر على اليسار. ومينا الفجر فيها 75 ابارتمنت و40 فيلا. المكان هالي هني. عندنا ربعنا وايد ماخذين فيهن. ما شاء الله. ايوه هي. من زمان، من اول ما تاسسن. هنا عندك الغرفه الاولى. يا سلام يا سلام. عليكم السلام. زي ابوي ما حد معاريس، هاي غرف حق عرسان. مرحبا بكم. حلو الترتيب. شكرا جزيلا على هذا كل اللي سويتوه. مرحبا بكم. هنا عندك هنا
عندك المرحاض ممكن تغلقه من هون كمان. هنا عندك الشامبو باسمك. باسم ميرا؟ يا سلام يا سلام. حي والله حركات انتو. مرحبا بك. الشاور استعيرت من لبن كاتبين سمية أهل الحذارة مقواكم. عيبتني حركة الورد هذه. هي والله هاي الغرفة الثانية صح؟ ترتيب الورد اللي كان يسوى. شكرا جزيلا. شو اسمك قلتي لي؟ مروة. مروة مشكورة مشكورة يا مروة. مرحبا بك. مشكورة. وهذا بنسميه الـ edible garden. هو زي ال بتقولوا الجردة الجاردن. الحديقة. الحديقة. بس ممكن تأكلها. هذا شو حين هو؟ edible garden. هذا شوكولات. أيوة. شوكولا. وهذا ال vegetables. شكرا جزيلا شكرا ما قصرتوا. كل شيء زين وكل حلو رقم واحد. مشكورين مشكورين. مروة ان شاء الله على 9:30 اضطر شو حد يشيلنا حق ننزل حق العشاء. زين الحين نتعشى لين نصلي نعيمنا الله خير وننزل ان شاء الله على 9:30. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. مشكوره. شكرا شكرا. هذا الحين السقف النمونه السقف بكبره بسميع الصوت. احنا نحن سايرين الله يحفظكم لل وين سايرين نحن؟ وين رايحين؟ دبر. دبر مطعم دبعه. المطعم اسمه كانفاس. اها. والليله اسمها دبر. ايوه الليل الليل اسمها دبر؟ الليله اسمها دبر. ايوه تماما. زين والله مطعم يكاد ان يكون فيه حياه. فيه حياه ما شاء الله يعني ورابس مطعمها. في وادي لكن ما برم أصورهم شيء طبيعي. طرف هذا غربية. شيف السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي شيف. How are you? الحمد لله good. What are you going to make for us today? A variety of different things. I like to make for the tapa. ما شاء الله. Dinner and supper together, sir. So we have a different array, all different delights. From our Asian section, Indian section, barbecue, sushi, lovely salads. Thank you very much. Chef. Thank you. هذا الفندق اللي نحن فيه الحين. وين ضاحت الظاهر متعشي أنا ولقط هاي اللي يسمى هي الشاشة هاي تشتغل. بس قلت في خاطري بصوركم الفندق من الشاشة. فندق منظر رائع يعني مكان جميل وهادي وروح معزول. ما حوله بنيان وايد وايد البنايات اللي حوله لا. اكيد مستقبلا لازم تنش بناية اماكن وايد. هو تدرون وين في اول العقبة هذه اللي في دبق وين الاول الرحالة والكشات وين مزرعة الشيخ اللي بن زايد الله يطول بعمره القديمة اللي من السبعينات موجودة هالمزرعة. الله يحفظكم. المطعم تعشينا وعيننا من الله خير وخاطف هدور مكان يلسج روحي ابقي ارمسكم عن شخصيه تعز علي ويتم امس يوم قبل يومين وكان في خاطري اني اصور وانا عندهم في المستشفى الامريكي لكن ما رمت خيلت كان المكان ممزور يميع العرب عندهم. تخيلت كانت زحمة عندهم زحمة دبي كلها من تشب عنده دبي كلها من تشب عندهم.
والمكان ضيق ما ي... ما ي... ما يضم و... و... وخلق الله حد ساير وحد جاي وحد ساير وحد جاي. لكن الحمد لله انا كان لي نصيب الاسد، انا كان لي نصيب الاسد الى استعدالي على الله يحفظه عيسى بحميد، الى استعدال او يلسني عداله غصب زور، وكل حد يصير وي وانا بعدني ميلس، كل ما بغيت اترخص قال لي يلس وتيامع والعيال منذر و... وخالد و... ومنو بعد يا حمد حميد، حميد مايا كان اظني ما يندرب وين غير حتى العائله يعني الحريم كلهم بعد ما كان موجودات في قسم اخر و... ويا كذا شخصيه من الوزراء يعني. وعيسى ابو حميد على الله يحفظكم في رمضان بيتقوم خالي محمد بن خديجه مسوين كل سنة هو ييهم في رمضان يسوون يوم واحد يعزمون ربع حياة أبوهم كلهم، من ضمنهم كان على الله يحفظه عيسى أبو حميد فويهت ومن ربع خالي الخاصين وخالي غاب الله يغفر له. وإذا تبت تبر رحمك توصل أصدقائهم الغالين، وعيسى أبو حميد من ربع حياة خالي محمد أبو خديجة الخاصين عند الشيوخ من منذ على ما قالوا هالأول يعني منذ نعومة أظافره من يوم صبي راقد وقزر وطر اللي توفاه الله واللي باجي، فاللي باجي على الله يحفظه ويطول بعمره أبو حميد عيسى أبو حميد. عيسى أبو حميد هو اللي كان فيه من ريحة الطيبين اللي يلسه وياه متعة وشوفه غناه المذهب الرمس الخفيف طيبة الخاطر الكرم صغارة النفس اليود الحس الخافت يوم بيرمس غير التحرى يصاصر عمره. حد من العرب يوم بيرمس تسمع حسه يري الدنيا، غير من حد من العرب حسه يعينك ودك لا تستصيخ رمسته صبح ومساء. انصقلت شخصية عيسى أبو حميد في ربعته الحياة الشيخ زايد والحياة الشيخ راشد بن سعيد، هذا اللي صقل شخصية عيسى أبو حميد. فياك راعي حكمة راعي دهاء ودكاء بزنس بزنس كان بني عود عود على الله يعوضه ويبارك فيه، ما زال لين اليوم لين بكرة يعني الله يطرح فيه البركة يعني محنك الخبرة والفطنة عيال تعلموها منه. الحين بخبرك معادة ليش أنا أعطيتهم هالمقدمة كلها، شو السبب؟ يوم السبت اللي خطف سلمت على الجماعة ويلست وسولفت وياهم وابطيت يعني عندهم حول ساعة ساعة ونص برغم من اللي يزور المريض يجلس دقيقتين ثلاث دقائق ويطرج يا غير أنا أبدا يلست يلست وحده بيني وبينكم هم يبوني ولا بعد ما شبعت من شوفهم. وآخر شيء بترخص من الرجال قالوا تعال الأهل يبوني سلموا عليك. سرت القسم الطرف الثاني لقيت والدتهم ولقيت ما شاء الله البنيات، من ضمن البنيات وزيرتنا ما شاء الله عليها وزيرتنا حصة وزيرتنا حصة بنت عيسى أبو حميد. وسلمت عليها وتحفتني هاك التحفي الفنان وكني طايح عليهم السماء وترخصت توكلت على الله. يوم عدى اليوم جتنا هالأخبار عدى اليوم أصبحت الدنيا أبوي مرتبشة أدبي وبوظبي والدولة كاملة تريف بهالأخبار بهالتغيير الوزاري العناصر الشاب هذا. تعرف شو يدل؟ هذا يدل على أن الدولة تبقى ضخ دماء دماء شباب وأفكار جديدة، ولأنه لا بد من بين فترة وثانية بين فترة والثانية يستوي تغيير مفاجئ مبلج الشيء. كل تغيير مفاجئ للأحسن وكل تغيير مفاجئ له أسباب وله
سياسته وليش استوى وشو السبب اللي استوى التغيير هذا. يبون يدخلون المئوية بأفكار جديدة، تكنولوجيا، بأبحاث، بعلم، بطب، بكل ما تحتويه عقول شبابنا من قوة ومن إرادة في تطوير الوضع إلى الأحسن. هو الموجود زين ماشي شراته، لكن يبون بعد فوق. الإمارات ترى الإمارات حكومة وشعبا ما يبون إلا رقم واحد، وكان شيء بعد من معالي رقم واحد بعد هو يبونه، بعد هم بعد الشيء أخير عن رقم واحد ما طاح، وكان بيخترعون مسمى أخير عن رقم واحد. ترى دولتنا هي اللي بيكون من نصيب هالرقم هذا. وزيرة لتنمية المجتمع منصبها الوزاري، يعني الله يحفظها ويبارك لها إن شاء الله، حصة بنت عيسى أبو حميد. عيسى أبو حميد يعني الله يحفظها خريجة مدرسة محمد بن راشد، اشتغلت في مكتب سموه ما يقارب 10 سنوات في مجلس الوزراء، 10 سنوات، وتولت العديد من المناصب خلال هذه الفترة. حصلت على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الأمريكية في الشارجة، خريجة جامعة زايد والأولى على دفعتها، خريجة جامعة زايد والأولى على الدفعة كانت. حصلت على وسام شرف من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، وسام شرف من ملك البحرين. تحضر حاليا شهادة الدكتوراه من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، خريجتي على الله يحفظكم برنامج شيخ محمد بن راشد لإعداد القادة. هذا روحه الاسم يسدك فخر، الاسم انك متخرجة من هالمكان، ما بالك توج تعبك ومجهودك هذا كله بهالمنصب الوزاري لولايتي. يعني الله يبارك لك ويبارك فيك وينفع فيك الدولة والشعب وكافة أمة محمد. الله إن شاء الله يطرح البركة في الوزراء الجداد والوزيرات الجداد ويبارك فيهم ويطرح البركة في اللي تقاعد واللي فتحوا المجال لضخ دماء جديدة، ويعني كلكم تعرفون شو اللي في خاطر يهدوه. والله يبارك لكم فيهم يطرح البركة إن شاء الله في كل مواطن ومواطنة غيور وغيورة على بلادها وتحب بلادها ويبون خدمة هالبلد من ذكور وإناث. يعني الله يحفظكم في ظل إن شاء الله القيادة الرشيدة لسمو الشيخ خليفة بن زايد، ويطرح البركات في عيالكم وعيال المسلمين أجمعين. يلا تصبحنا على خير.